نعم، على كل احنا نتمنى ان شاء الله تكون القرعه مناسبه لمنتخبنا الوطني. هذه فرصه كبيره جدا للشباب للفوز بهذه الكاس الافريقيه للمحليين. عندنا فريق جيد وان شاء الله عندنا كل الامكانيات لكي يفوزوا بها ونعطوا فرحه اخرى للشعب الجزائري ان شاء الله. 2025 ما نجمش نقول لك، يعني انا سمعت في الصحافه باللي ليكيب دو لاغيني يعني انسحبوا من تحضير كاس افريقيا. هذه سي اون بون اوبورتونيتي لبلادنا هنا، حنا لما لا نحضروا كاس افريقيا 2025، لان كل شيء راه موفر حاليا. الملاعب الحمد لله يعني ما شاء الله يعني ملاح، وعندنا كل الامكانيات لكي ناخذوا يعني تنظيم كاس افريقيا كما دعمناها في سنه 90 ان شاء الله. كل حد انا جي غوند كونفيونس للاعبين المحليين، نلعبوا في الجزائر عندنا فريق جيد، اعتقد عندنا كل الامكانيات لكاس افريقيا تبقى في الجزائر ان شاء الله.